داخل كلية الزراعة جامعة القاهرة نعرف ايه الأضرار اللي ممكن تحصل للتربة من استخدام مياه الصرف في ري الأرض بشكل مستمر. عايز أعرف من حضرتك في البداية الأضرار اللي ممكن تنتج عن استخدام مخلفات الصرف الصحي في ري الأراضي الزراعية. بدون معالجة هسبب أضرار جسيمة. أول حاجة هيبقى فيها الكائنات الممرضة. دي هتسبب مرض للمتعاملين مع المياه اللي بيلمسوا المياه. الحاجة التانية المياه دي اللي أنا بروي بيها أي مزروعات موجودة هتتنقل ليها الميكروبات اللي موجودة والجراثيم، وبالأخص بقى هتبقى المشكلة كبيرة لو استخدمت في ري الخضروات الورقية، هتتنقل على طول بالتلامس للخضروات وإحنا بنتناولها فتنقلها المرض، فهتسبب العديد من الأمراض للمتعامل مع المياه واللي هيتغذى على أي نواتج تم رياها بالمية الصرف الصحي الغير معالج. هل مع مرور الوقت واستخدام مياه الصرف الصحي في الري ممكن يؤدي إلى بوار الأرض؟ لو استخدمنا المية بعد المعالجة مش هيؤدي لتلف الأرض أو تدهور الأراضي. لو استخدمناها على عوانه هتؤدي إلى العديد من المشاكل. ليه بقى؟ لأن فيها أولا محتوى من الأملاح. الأملاح دي هتتراكم في التربة سنة بعد سنة. فيها عناصر تقيلة زي الرصاص والكادميوم والنيكل الأخر والزئبق، ده هيؤثر على التربة وهيؤثر على النباتات اللي بتنمو على هذه التربة وعلى نوعية الغذاء اللي بياكله الإنسان. فيها برضو بعض المواد اللي ناتجة من الحمامات عندنا ومن كده، الصابون والمنظفات الصناعية، ده ممكن يزود نسبة الصوديوم، الصوديوم بيزيد ويؤدي لتدهور الأرض الزراعية.